Hello people, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo série Podlog. Inch'Allah ramadankoum mabrouk, inch'Allah chérine, farhanine, malmoumine. العائلة الكل والناس الكل وإن شاء الله اللي يعيشوا في الخارج زادة يعادي رمضان مزيان حتى en virtuel ومع العائلة je sais c'est différent mais on va essayer de faire avec les moyens اللي عنا إن شاء الله يا ربي رمضانكم مبروك مرة أخرى والناس الكل شيخين. Avant de commencer people, n'oubliez pas de vous abonner, de regarder toute la vidéo et de me laisser des commentaires, des questions, etc. N'hésitez pas. Comme vous avez compris, people, série Podlog pour l'instant est orientée un peu plus vers tout ce qui est bien-être personnel, comment par exemple améliorer la qualité de vie, etc. Je ne vais pas vraiment dire développement personnel, mais bon, ça va être un petit peu le cas. Aussi, kiff ma côté, comme je suis en train de me parler à travers ces vidéos, je suis en train d'apprendre des astuces, des habitudes, je dois te faire à l'échelle pour améliorer la qualité de vie. Donc voilà, c'est dans le partage positif, pas plus. Et dans cette thématique, people, n'ibde ou la vidéo d'aujourd'hui par El Jumla Hebi. The most important person in your life should be yourself. Aham insin fihietik, lizmo ykoun inti. Et donc, le sujet du jour, bonjour, me time, الوقت متاعي. Lié le sujet اللي حكينا فيه المره اللي فاتت, self-love, وكيفاش نتلهي بروحي, كيفاش نخلي روحي انا قبل الناس الكل, المي تايم. كانت ايتاب من لي زيتاب اللي تعملهم مع روحك وتهديهم لروحك وقت اللي تتعلم تحب روحك. مي تايم انك تعطي وقت لروحك. كلنا عنا اون جورني تري شارجي, كلنا عنا 2000 مسؤوليه في مخاخنا في حياتنا, كلنا نخدموا نقراو عنا دي ريسبونسابيليتي مع العائله مع الاصحاب مع لونتوراج نتاعنا. ما تلقاش وقت لروحك بعد القرايه, تروح في ساعه تعمل سكو تو بو فير في الدار, عندك دي بروجي ا فير, دي بروجي ا بريزونتي. الوغ لا ما نحكيوش على لي بارون اللي عندهم صغار يتليو بصغارهم, يجريو بعد الخدمه يروحوا بصغار يطيبوا حاجه باش ياكلوها, عندهم دي تاش ا فير في الدار تنظيف اكسيتيرا. لو مومون اللي كاملو 9 نتاع الليل يبداو كاو فاتيغي يرقدوا بور بوفوار النهار الاخر يعاودوا يقوموا ويعملوا نفس النهار. هذاك الموديل الكلاسيك في العالم الكل, ما يكونش وحدكم في هذا الكل, لازمك تلقى الوقت لروحك. سكون ابل مي تايم, نجم يكون اون جورني, نجم يكون اون سواري, نجم يكون ساعه, ونجم يكون 5 مينوت. المي تايم ان فيت تري امبورطون باش تجدد اشاك فوا الطاقه نتاعك اللي تعمل فيها كل يوم. انت كل يوم قاعد تخرج في الانرجي, انت كل يوم قاعد تعطي من روحك للناس, للخدمه, للمجتمع, للصغار, للي هو المي تايم فات بيرميتر باش تجددها هكا الانرجي هذيك وتلقى ما تعطي اشاك فوا. حتى احلامنا بيبل, حتى لي زوبجيكتيف نتاعنا دون لا في ان فيت يعملوا شارج دو ستريس تقعد في مخك, خاطر انت تبدا تخدم حياتك الكل باش تحقق هكا لوبجيكتيف هذاك. تقوم الصباح تخدم, تشوف تي تروك, تو غاني دو لارجون, تعمل في دي بارتناريا مع العبيد, تحكي مع الناس اللي يروفز واللي يقبل واللي 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 هذاك بوغ اتاندر ان اوبجيكتيف. سي معناتها سي سا في بارتي دو نوت في, اون اي لا بور سا, معناها فير دي زوبجيكتيف حاجه ياسر طياره في الدنيا. اما راهو فما دي سكال, فما شارج دو ستريس تقعد في مخك وفي بدنك وفي حياتك, لازمك دو طون زون طون تعمل ستوب, تاخذ بريك روحك معناتها, وباش تلقى الانرجي باش ترجع تكمل باش تعمل لي زوبجيكتيف نتاعك. معناتها سكو جو فو دير, حتى الحاجات المزيانين في حياتنا راهو عندهم شارج نيجاتيف علينا. العائله باغ اكزومبل, الصغار ما فماش ما احلى من الصغار معناتها, وعائله ودار معبيه وكل, اما لا ريسبونسابيلتي نتاعهم راهي شارج نيجاتيف. الخدمه حاجه تري امبورطونت في حياتنا, ومن غير خدمه ما نجموش نعيشو, ما نجموش نكونو شكون احنا اليوم, وما نجموش نعمل اللي نحب عليه. مي الخدمه حاجه تعمل فيها 8 سوايع في النهار والا 6 سوايع والا 5 سوايع, حاجه عندها شارج نيجاتيف عليك. لو ستريس هذيك راهو موجود. انت تو بونس اللي كي تسكر خدمتك والا كي تكمل الغيونيون سايي مشي ستريس على روحك, مي نو ان فيت ستريس
الذكاء موجود، إلي لا موجود في كاز من اللي كاز متاع مخك، جست مسكر، جست إلي سيلانسيو، مش معناتها ديكلاري، مازال ما تسيبش عليك، إلي لا موجود. أشاك فوا بيبل تسكر كاز متاع ستريس، تسكر كاز متاع ستريس، تسكر كاز متاع ستريس، اللي نجم يصير هو بيرن اوت، واللي معناتها الناس الكل ما تحبش تطيح فيه، انك لي كاز الكل يتحلوا فرد وقت. لي كاز نتاع ستريس ونتاع الفاتيغ ونتاع لانكسيتي ونتاع التعب يتحلوا فرد وقت. لا جو سي ان تران دو ميتر ان لوميير حاجه بتاتر معناتها من نستهينوا بها، بتاتر ما نعطيوهاش قيمتها، واللي هي المي تايم، الوقت نتاعي. باش نحكيو في لي زافونتاج اللي نجم نربحوهم من هالمي تايم هذوما، الحاجات البوزيتيف اللي نجم يبدلهم فينا، يخليهم فينا، اي دونك peut-être ça va mieux nous aider à voir ou à donner l'importance ou comprendre l'importance de ce concept هذا. أو الأفونتاج في المي تايم ان كاد ستريس ولا ان كاد انكسيتي، انت كي تمشي للطبيب اول حاجه يقول لك عليها واول حاجه ينصحك بها يقول لك خرج روحك من ستريس باش تعمل حاجات لروحك، تمشي تقرا كتاب، تمشي تسمع موسيقى، تمشي طنعتي بعد كلكو زيكزامبل، مي اعمل اي حاجه تنسيك في ستريس، تبعدك على الجورني كلاسيك ولي تاش كلاسيك اللي نعمل فيهم كل يوم. سافا تاتر لو مومون تاع روحي اللي مانيش نخمم فيه في حتى حاجه اخرى. دونك ديجا سا بيرمي دوبليي لو ستريس، دوبليي لا في كلاسيك، d'oublier ce qu'on a à faire. Donc اول حاجه le moment me time يعاونك باش تنسى le quotidien. الحاجه الثانيه people le me time aide à améliorer la créativité et aussi aide à résoudre mieux les problèmes. علاش نعطيك اكزامبل، par exemple انا توا عندي مشكله وماخذت لي برشا شارج في مخي ومستريسيتني وكل. En fait, كي تبدا في وسط هالمشكلة مخك باش يبدا أكثر سو ستريس، دونك il presse باش يلقى solution، mais la solution n'existe pas، خاطر كاين فما solution راهي ما تتسماش مشكلة. الباب كي يتحل ما تتسماش مشكلة، الباب كي ما يتحلش تسمى مشكلة. والكلنا نعرفوا انه كي تبدا في وسط مشكلة وتخاف في حل راك تستريسي، معناتها تبدا عايش ستريس ما عندوش حل وما عندوش نتيجة، ما هوش باش يحل المشكلة. دونك من احسن الحاجات اللي نجم يعاونك بهم المي تايم، كي تبدا في مشكله وتاخو ان بتي مومون، تاخذ المي تايم نتاعك تبعد على المشكله هذيك، تخرج من المشكله هذيك. اي سا بو فو باغيتر راهو درول، انا بيجي راهو صارت لي الحاجه هذيا برشا مرات. ان فيت نلقى روحي كي ننسى المشكله نلقى لها حل، نحلها معناتها نلقى حل افيكاس اكثر من اللي نبدا انا ستريسي بالفارغ. معناتها تو سامبلومون كي تخمم بمخ نظيف باش تلقى ريزولتا افيكاس اكثر من اللي باش تخمم بمخ سو بريسيون اي سو ستريس. ونربطو مع الفيديو نتاع اخر مره سيلف لاف اي لامور دو سوا. ان فيت ثالث حاجه المي تايم يعلمك تحب روحك. باغ اكزومبل انا نعيش مع عائلتي وقتي الكل ليهم، حياتي الكل ليهم، جادور ما لي افيك ما فامي، جو بارتاج تو افيك ما فامي اكسيتيرا، مشاكلهم مشاكلي، كل شيء مع بعضنا. ان سارتان مومون كي تحس روحك تا بوزوان دو ريسبيري دو بروندر لير، سي تري نورمال، tu peux معناتها حاجة عادية جو بونس. العبد يخلي عائلته ويمشي يقعد يعدي مومون وحده، يقعد في بلاصة وحده بور سو ريسورسي باش يتلهي بروحه شوية قبل عائلته. سي بيان دي فوا معناتها بتخمم في روحك قبل ما تخمم في عائلتك. جدي عائلتك ينجم يكون نفس ليكزامبل افيك ان بارتنير، معناتها تعيش مع راجلك والا مع مرتك، حياتكم الكل ادو اكسيتيرا. ان سارتان مومون حسيت روحك تبزوان besoin de respirer. C'est très normal, c'est très normal parce que t'es une seule personne, t'es pas deux. C'est vrai qu'un couple ça veut dire deux, mais il y a toi avant le couple, avant le nous, avant la famille, avant les amis, avant la société, avant tout le monde. Donc c'est très normal. Tu t'offres une petite journée, معناتها وحدك, un petit week-end وحدك, voilà. المي تايم هذاك اللي انت بعدت بيه روحك من المجموعه، المي تايم هذاك باش يعلمك تحب روحك. المي تايم هذاك اللي باش يوريك اللي حتى حياتك مع روحك وحدك محليها، معناها ماهيش خايبه. رابع حاجه بيبل المي تايم اي وي يخليك ترقد مليح. دونك
ça améliore la qualité du sommeil puisque هو moment من روحك لروحك مع روحك شيخ بالكومباني نتاع روحك. Tu vas pas trop parler d'ailleurs. هكا moment de silence avec مع روحك وانت تعمل في حاجة. هكا moment اللي ما فيش برشا جوج ما ماكش تسمع في برشا حاجات ماكش تاخذ تسمع في عبد قاعد يحكي. هكا المومون اللي ماكش تاخذ بخاطر الناس. هكا المومون اللي ماكش تجري باش ترضي الناس. مومون هذاك انا سامي معناتها مومون دو سيلانس مومون دو ينجم يكون دو كونفور. المومون هذاك ينجم يحسن لك في النوم نتاعك اي دوكو لا كاليتي دو في. Il faut pas oublier Eli. Le me time moi là les activités li yamlouha nnes pour améliorer le bien-être nta'hom people. Kima fama abd yamel yoga bach yerqad belkda w yhassen fi fi la créativité nta'o w yitayh fi tension nta' badno w stress etc. Fama abd ta'mel me time. Khams haja w li je trouve très 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 pratique aussi, Eli, le me time améliore et yhassen في علاقاتك مع الناس لي ريلاسيون فاميليال اميكال اموروز اللي تحب عليهم. المي تايم هو لو مومون اللي انت باش تبعد بيها على الناس واللي باش يخليك ترجع للناس اكثر بوزيتيفيتي ترجع للناس تقابل الناس اكثر انرجي حلوه ترجع للناس بديسكور بتاتر احلى. سي تري نورمال كي باش تلهي بروحك باش تحس روحك خير وباش تكون خير مش جوست باش تحس دونك باش تكون خير. سي تري نورمال باش تكون خير مع الناس باش تحكي بالقديم مع الناس باش تعطي بوزيتيفيتي نتاعك للناس باش تلقى ما تعطي بالحق. وقت اللي انت عطيت روحك تلقى شنو باش تعطي للعباد. مي وقت اللي انت ما تتفكرش روحك وما تدليش بروحك وانت ابويزي من الدنيا ومن الصغار ومن العائله ومن الدار وكل شيء ومن الخدمه ومن العرف ومن لي فوازان والمشاكل واللي فاكتور والكل ماكش باش تعطي حتى شيء. ماكش باش تعطي كان نيجاتيفيتي وماكش باش تعطي كان ستريس و tu ne vas partager que الحاجات الخايبين. اعطي روحك اعطي روحك الوقت اللازم اعطي روحك شنو انت مستحق. اعرف معناتها لو بون مومون اللي تخرج روحك منه من العباد دي كوليك دو ترافاي باغ اكزومبل اج 24 مع بعضكم معناتها اليوم نعيشوا مع لي كوليك نتاعنا اكثر من نعيشوا مع عائلتنا معناها ساعات سي بيان البوز نتاعك اعملها مي تايم ابعد عليهم البوز مش لازم تعدي معاهم البوز انت معاهم 8 سوايع في النهار البوز خذها لروحك البوز امشي وحدك اعمل طون بتي كافي ولا طون بتي ولا طون ديجيني وحدك في اون بتيت مارش في البوز اسمع موسيقى اقرا كتاب اللي تحب عليه. اعرف وقتاش تاخذ المي تايم من جماعه الخدمه دونك سي لا ميم شوز مع العائله تشوف في افيك لا فامي دي فوا لازمك المي تايم نتاعك وقت اللي تكمل نهارك مع العائله وتشارج والكل كي تدخل لبيتك برون طون بتي مامون. ومن الحاجات اللي تنجم تعملوهم في المي تايم كيف ما قاعده نقول المي تايم تنجم تقرا فيه كتاب تنجم طيب فيه حاجه انت تحبها تنجم تعمل دوش سخونة تعمل بان وتنجم تمشي تعمل كومبينغ تنجم تعمل بيكنيك تنجم تمشي تقعد على البحر تنجم تمشي تطلع على السطح ان فات تنجم تعمل ألف حاجة في المي تايم تنجم تعمل بواسون حاجة بنينة تشربها سي با لي شوز افيغ كي مونك كمان عندنا ألف حاجة نجمو نعملوها وعندنا ألف حاجة نعرفو روحنا نحبو نعملوها وما نعملوهاش في لافي دو تو لي جور باسكو نبجلو في حاجات أخرين. مي بيبال juste essayez hatta d'avoir 5 minutes finharkom lrouihkom mais essayez de donner ce petit moment lrouihkom charger rouihkom tesmou rouihkom. Voilà people, c'était mon partage du jour. Inchallah nharkom mzyan inchallah ramadankom zada mabrouk.